هذه الجامعه الملكيه المغربيه كانوي كاياك الكلوب ديال الدفاع الحسني الجديدين اللي تيترأسو السي برزوق. دونك هاد لا كوب غادي تمشي للسي برزوق على المجهودات اللي تيدير الكلوب ديالو ولو سبور ان جينيرال سو سوا في لا فوال ولا في لو كانوي كاياك. حنا On est très fiers de ce Raïs Hada, on est très fiers de lui. Et comme je l'ai dit, il est dans le Ghada. Il m'a dit que la Jamia a été rédigée dans le pourquoi pas. Donc, il m'a dit qu'il est dans le pourquoi pas, bien sûr. Voilà, merci beaucoup. كنشكروا واحد البطل راه معنا بطل دلال اللي شارك في البطوله الوطنيه ديال الكانوي كاياك والحمد لله جاب المرتبه الاولى هو بطل المغرب نصفقوا على دلال. الشكر كذلك موصول للحكام اللي حاضرين معنا واللي واقفوا معنا هذا الحدث. الشكر كذلك الصحافه اللي حاضرين معنا شكر جزيل. جمعيه الصم والبكم ورؤساء ديولهم اللي حاضرين معنا تحية لكم جميعا ومن هذا المنبر مرحبا بالجميع. شكرا. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. السلام ورحمة الله وبركاته. محمد حروقة نائب رئيس الدفاع الحسني الجديدي للبيئة والريادات البحرية. السي بن حروقة أول حاجة غادي نسولك عليها هي كيفاش أن المكتب المسير ولا متخصص في تنظيم بحال هاد اللقاءات هذا. وفعلا السي حكار اولا تنشكرو المنبر ديالكم جديده نيوز اللي ديما مواكبه معنا الاحداث ديال النادي البحري. كما ذكرتي حنا ولينا هنا هذا النادي هذا ولا يعني عنده واحد الاشعاع على الصعيد الوطني وحنا ديما سباقين في تنظيم التظاهرات الوطنيه وخصوصا احتفالات بالاعياد الوطنيه كعيد العرش وعيد الشباب. وهذا دابا عيد المسيره اللي عيد المسيره اللي حنا اليوم اللي الذكرى هذه غاليه عند كل المغاربه. اليوم كما لاحظتوا كانت بطوله وطنيه شاركوا فيها واحد مجموعه من الانديه المغربيه كذلك شاركوا فيها اطفال التوحد جمعيه ديال اطفال التوحد. هذه الفئه هذه اللي النادي ديالنا كيعطيها واحد اهتمام كبير تنفيذا للتوصيات الساميه ديال جلاله الملك نصره الله. الحمد لله الاجواء كما شفتوها اجواء عائليه كاين العائلات كاين الوليدات الصغار كاين هذا مشاركه كانت مشاركه كثيفه من تقريبا من 8 الصباح حتى لدابا يلاه سالينا المسابقات. كاين التتويج ديال الاطفال ديال مختلف الفئات العمريه وللذكر فمدينه الجديده عندها ابطال ماشي غير على المستوى الوطني ولكن على المستوى الدولي كذلك اللي كيشاركوا في مباريات بطولات دوليه وكيحتلوا مراكز مشرفه. وكذلك ما نساوش البطوله الاخيره البطوله الوطنيه بطوله المغرب اللي كان البطل دلال اللي كان من مدينه الجديده من النادي البحري الحضور ديالو باقي كتقول النادي البحري الدفاع الحسني الجديدي للبيئه والرياضات البحريه. لا غير باختصار السي باختصار تنقولوا النادي البحري لانه معروف عند عموم الجديدين بانه النادي البحري هو نادي الدفاع الحسني الجديدي للبيئه والرياضات البحريه. كذلك بان الابطال ديالنا راه كيشكلوا الدعامه الاساسيه ديال الفريق الوطني وحاليا راه كاين مشاركه ديالنا بخصوص الزوارق الشراعيه كاينه من مدينه المضيق اللي مشاو الابطال ديالنا كيشاركوا في بطوله وطنيه ديال الزوارق الشراعيه وكنتسناو ان شاء الله باش غتكون النتائج. حنا كنعطيو واحد اهتمام كبير للفئات الهشه الفئات ديال الشعب. الابواب النادي راه مفتوحه للجميع يعني راه كاين جميع الشرائح اللي كاينه هنا. على ذكر هذه الفئات الهشه وهذه حنا كنا واكبنا معكم توقيع ديال عده اتفاقيات شراكه مع اطفال التوحد مع دوله الامارات الى اخره. فين غدا هاد الاتفاقيات هادو؟ وفعلا السي حكار حنا درنا واحد العديد ديال الشراكات سواء مع انديه دوليه بحال الامارات
كذلك عندنا ابطال اللي صيفطناهم تركيا، صيفطناهم للمملكه العربيه السعوديه، الامارات راه كاين المدرب ديال الامارات، المدرب ديال الفريق الوطني هو زهير الرباط، ابن مدينه الجديده وابن النادي. طيب له البلاء الحسن لحد الان. الحمد لله الحمد لله تبارك الله عليه ما شاء الله مشى بعيد. دابا بالنسبه لكم انتم الشراكات حنا هذا النادي هذا فتحنا في وجه الجميع، هاد الفئات اللي كتشوف راه النادي هو اللي كيتبناهم، يعني راه ما كيخلصوا ولو درهم واحد هاد الاطفال هادو، بالعكس حنا اللي كنتكلفوا لهم حتى بالتامين بالمعدات، يعني بجميع اللوازم ديالهم، النادي هو اللي كياخذ على العاتق ديالو هاد البادره هادي. ما بغيت نسولك اخر سؤال، دابا كيف كنلاحظوا حنايا في جميع الانديه يعني اللي محترمين وداكشي كيلقنوا الابجديات ديال الرياضات البحريه للوليدات ديالهم، انهم مثلا بحال هاد المعدات اللي كتكون اول حاجه كيبداو بها مع الوليدات، انهم كيبداو يعلمهم كيفاش كيتصاوبوا، مناش كيتصاوبوا، كيفاش كيتصاوبوا، شحال الثقل ديالهم، هذه كيفاش كدوز من هنا، هذه اللي خصها التصباغ كيجيبوا الدري ولا البنيه هما يتعلموا يصبغوهم. وفعلا يعني واش هادشي حتى نتوما كديروه؟ لا فعلا سحكار، شوف حنا الوليدات اللي عندنا هنا في النادي يعني راه كيديروا كيديروا جميع الاشياء، راه ابتداء من البيئه، راه عندنا يوم في الاسبوع خاص غير بالبيئه، تيخرجوا الوليدات بالكاياك حتى ينظفوا الميناء ديال مدينه الجديده، كذلك القوارب عندنا يوم في السيمانه اللي هو يوم الاثنين، يوم في الاسبوع كيتكلفوا كيغسلوا هاد الزوارق هادو كيغسلوهم، واللي خاصهم الترميم حتى يرموهم هاد الوليدات هادو كلهم غير حنا الاكراه اللي عندنا السي حكار، الاكراه بكل صراحه وهو الاكراه ديال المعدات، هاد المعدات راه التكلفه ديالها واحد الثمن باهظ، خصوصا الزوارق الشراعيه هادو اللي كتشوف هنا، هادو راه التكلفه بحال هاد اللازير هذا راه داير 7 مليون ونص داير هذا الباطو، المشكل ديالو ما كاينش في المغرب، يعني الا بغيتي تشري خصك تجيبو من برا، حنا كنطلبو من الجامعه وكنطلبو من وزاره الشباب والرياضه يعني باش دير واحد الالتفاته لهذا النوع من الرياضه اللي هو الزوارق الشرائيه، ودير واحد يعني واحد الدعم لهذ الانديه هادو على الاقل في اقتناء المعدات، راه المعدات واش صعيبه انهم يصاوبوا عندنا في المغرب وكلشي موجود؟ لا اخويا كاين واحد لي نورم، واحد المعايير اللي خصها تحترم. هي كيقولوا عندنا مهندسين وعندنا، اذا كلشي ساهل، هذا موضوع اخر غادي ندوزو عليه على اي حكه، على اي ناس. المهم كنشكرك على هذا التواصل ديالك، وكنتمناو لكم مسيره موفقه بحول الله في النادي ديالكم. واخيرا كنبغي نوجه واحد رساله شكر يعني الاطر كاملين اللي خدامين هنا، سواء من المؤطرين او من المدربين او المكتب المسير، اللي كاين واحد التضافر ديال الجهود وكاين واحد الانسجام الحمد لله، في هذا هو اللي خلى هذا النادي هذا ياخذ هذا المسار هذا. شكرا لك. شكرا سحكار. السلام عليكم ورحمه الله. وعليكم السلام ورحمه الله. سي حفيظ قاري احد المشاركين في هذا النادي هذا، ولكن ماشي مباشره، في اطار اتفاقيه شراكه ديال الجمعيه اللي كتمثلوها اللي هي جمعيه الملاك للطفل الانطوائي. دونك بطبيعه الحال انتم منذ توقيع على ديك اتفاقيه شراكه مع الدفاع الحسني الجديدي للبيئه والرياضات البحريه، فين ما كنكون هنايا حاضر كنشوف بانكم راكم متواجدين انتم والوليدات، ولاحظت بان الوليدات ملي ما كيهبطوش من كي كي كيكسروها بالبكاء، باغي ما عرفتش شنو اللي كاين، يعني لاحظت بانهم صافي. هناك ارتباط قوي بالماء، خصوصا ان اطفال التوحد يعني حتى حاليا مجموعه الدراسات اللي دارت على صعيد المانيا وعلى صعيد امريكا وحتى كندا تبتات بان الماء وعلاقه الطفل التوحد بالماء علاقه جد وطيده، لانها كتعمل بشكل كبير في التخفيف من الاضطرابات السلوكيه اللي كتكون عنده. احنا هنا كنشوفوا الوليدات كيفاش دايرين في الماء، ملي كتديهم ويمشيوا في حالهم هنا اللي ما كنعرفوش اش كيوقع، كيفاش كيكون الدري ولا الدريه ملي كيجي هنايا، الدري اللي كيكون عنده توحد وكيعوم وهذه وهذه، وملي كيمشي للدار واش كيكون مهدن ولا كتبقى فيه ديك لاجيتاسيون ديك الحركيه بزاف؟ اذا بالنسبه لهذه النقطه يجب الاشاره مجموعة الحويجات اللي كتخص الطفل التوحد، كما تعلمون في اطار الجمعيه وداخل الاقسام المدمجه وداخل الاقسام حتى العاديه، لان عندنا وليدات اللي الحمد لله حاليا وصلوا انهم ولاو مدمجين فعليا داخل الاقسام العاديه، وهناك اللي عنده دمج جزئي وهناك اللي كيتبع تعديل السلوك داخل الجمعيه.
هو في اطار البرنامج الاسبوعي يكون هناك مجموعه مجالات كنشتغلوا عليها، فيها الجانب المعرفي، الجانب اللغوي، الجانب الحسي الحركي، والتنشئه الاجتماعيه والتربيه الذاتيه. فيما يخص التنشئه الاجتماعيه هناك برنامج خاص فيه ان الوليدات نتاعنا كيمشيو لمجموعه نوادي اللي فيهم كيمارسوا الرياضه، وبالاخص بالاخص النادي الدفاع الحسي الجديدي اللي فاتح بطبيعه الحال المجال ديالو لهاد الوليدات. فصراحه هي ان رونفورساتور بويسون بالنسبه لينا، لان الوليدات كينتظروا نهار السبت والحد بفارغ الصبر، ولا لاحظتي راه الا جاو من الصباح يقدم يخرج من البحر حتى العشاء يبقى حتى 5 ولا 6 السوايع. اذا حنا بالنسبه لينا هو هناك كيلعب واحد الدور جد قوي في انه كيولي عندنا ان رونفورساتور، يعني هاد الوليد الا بغيتي تمارس الرياضه وتستافد يعني كينفعنا في الشق الثاني اللي هو التربيه الذاتيه واللي هو الجانب المعرفي، لان الوليد كيولي مفروض عليه باش يستافد من هاد الخارجه ومن هاد البحر ومن هاد الماء. ماشي ديزي، ولكن ماشي لي بيتيز، هو في اطار واحد يعني لابروش اللي حنا كنتبناوه اللي لابيه هي تعديل السلوك التطبيقي. تعديل السلوك التطبيقي اللي كتعتمد اساسا على لو رونفورسمون، كتعتمد على لا ريكومبونس، يعني بالنسبه للوليد كتحط في هذه الوضعيه هذه، وبالتالي كنلقاو فيها واحد حنا بالنسبه ليا كما كنعتبر واحد المعزز قوي جدا جدا. هذه قبل ما يجي هنا دابا انا سولتك ملي كيدوز النهار مدقدق واش ملي كيمشي للدار كيرتاح ولا كيكون مرتاح؟ يعني النتائج هي جد ايجابيه، يعني الولد كيعيا شي شويه وكيبقى ينتظر الحصه اللي كتجي من بعد، بما انه استفد بالحصه هذه انه اعطانينا مجموعه مجالات كيولي يحضر الحصه، ومن بعد الحصه في البرنامج الاسبوعي كله فيه ديما بان الطفل كيقول لك اودي راه كينتظر السبت والحد بفارق الصبر، ولذلك كما قلت لك خصو يخضع للبرنامج اللي كنديروه له خلال، يعني عندنا عمل يومي يمتد ما بين 6 حتى 7 السوايع يوميا. هذا العمل هذا ما يمكنش ينجح الا بمحفزات، وقلت لك كما قلت لك يعني من احسن المحفزات بالنسبه ليه هو انه خصو يتواجد في النادي البحري مع الادوات اللي كاينه والبحار والتعامل والادماج والوليدات نتاع النادي. هادشي صراحه عوده الى الموضوع ديال اليوم، ولا احتفال بمناسبه عزيزه على المغاربه الا وهي ذكرى المسيره الخضراء، ذكرى 44 المسيرة الخضراء. كالعادة كما دأبت يعني الجمعية ولاد النادي الدفاع الحسني الجديد للبيئة والرياضة البحرية أنه كيحتفل بطريقته على بجميع المناسبات الوطنية، فهاد السنة تاني ها هو منظم بطولة وطنية في السلالوم كنظن، وانتم حاضرين بطبيعة الحال بالوليدات باش يحتفلوا او ميم طون يشاركوا هذا او ميم طون الماء. هذه كيفاش كتشوف من بعد هذه البادره ديال الدفاع الحسن الجديد الاحتفال هذا؟ هو صراحه زعما كنقولهاش مجامله، ولكن الدفاع الحسن الجديد جميع المحطات الكبرى اللي كتخص المناسبات الوطنيه وحتى بعض المناسبات الدينيه فهو دائما حاضر، وكي يعني كيدير الغالي والنفيس من اجل انجاح هذاك اليوم. احنا كجمعيه بطبيعه الحال دائما كنلبيو زعما نداء النادي ودائما حاضرين، وهذه صراحه هي التفاته لا من النادي تجاه الجمعيه والاطفال اللي في وضعيه اعاقه، يعني ماشي كان جمعيه الملك فقط بالمناسبه، كان مجموعه الجمعيات حاضره ومجموعه الاطفال ديما منتمي حتى لجمعيات اخرين كيحضروا كيمارسوا الرياضه بواحد الشكل تلقائي في واحد الجو اللي كتملاه الفرحه وواحد الادماج، وجميع اعضاء المكتب كقراب كيسلموا على الوليد، يعني جو صراحه يا ريت وكان كان هذا الجو توفر لهاد الوليدات في جميع المحطات كما كنقول، يعني في الشارع وفي المدرسه وفي المجتمع كله، راه اكيد من هنا زعما واحد المده معينه ما نبقاوش نلقاو وليدات اللي فضات الاعاقه اللي كينعانيو من الاقصاء. صراحه النادي الدفاع الحسني انا كنقول لازم بكل زعما بصوت عالي بانه نموذج النادي اللي كي ضد التمييز وضد الاقصاء نتاع اي شخص كما كان نوعه وكما كان لونه وكما كانت اللغه ديالو. اذا هذه الشهاده كنقولها بكل صدق كتمشي مباشره على من القلب للقلب كما كيقولوا. شكرا جزيلا، تحياتي. يودريني انهم بالنسبه للخدمه اللي كيخدموا بحال في المنزل ديالهم ما كيعتبرش كنادي، وبالنسبه للمجهودات اللي كيقوم بها لا السي بالرزوق لا المدربين المكتب المسير كامل، مجهودات اللي كيسهروا عليها باش يطور هذا النادي ويزيد لقدام، مجهودات رائعه. شكرا انور. الا بعد عمل ومجهوداش كان واحد البروغرام واحد تمرينات عاده فاش دزنا المسابقه ووفقنا الله سبحانه وتعالى باش نكملوا.